كيغوتو الجيران الفوق، علاش كيغوتو في الدوام غوتو؟ وعلاش كيغوتو في الدوام كيغوتو في الجيران؟ كتشوفوا هنا العمال ديال المعمل خرجوا عند الجيران كيعايروا الجيران وتيضربوا الجيران بالحجر. هذا المعمل اللي دار واحد الحيحه كبيره هنايا في هذه المنطقه من نهار اللي بدا، شوف الحجر كيهددوا الجيران، العائلات والاولاد كيهددوهم، والباترون ديال المعمل ولا المسؤولين خرجوا الخدامه ديالهم بالحجر باش كيضربوا الجيران عندنا هنا، وكيهددوا الجيران بالقتل وبالضرب. هذا المعمل هذا شوفها ما شوف شوف هما كيهجموا على الديور ديال الجيران ديالنا، هما كيهجموا على الجيران الطوموبيل باش انهم يضربوهم بشكل ديال الجيران، فكنتمناو السلطات المحليه تاخذ الاجراءات. ها هما كلشي صورناهم، هما مسؤولين ديال هذا العمل العمال اللي انهم داروا شرع يديهم وهجموا على الجيران وعلى الساكنه. مع العلم معاود البارح بالليل راه 12 الوحده زوج ديال الموسيقى طلقت في العمل. هذا المعمل هذا اللي نهار اللي جا هنايا دار شرع يديه وتيدير ما بغا، الجوانات والحشيش، الجوانات والحشيش في بيبان عندنا هنا في الجيران، وطالقين ما يديروا عليهم وتيتصروا على البنات وكيتصروا كذلك على الجيران. فكانت منهم السلطات ولا من القضاء ياخذ بعين الاعتبار هذه الفوضى العارمه وهذا الاعتداء اللي دايرينه على الجيران وعلى الساكنه. وها هو المعمل هو هذا.